بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديوهاتي كما راكم تشوفوا قدامي عندي لي كريب، طومي بالكم دي كريب، مي هادو لي كريب مالحين، كريب سالي بمكون ما يبغوش الناس بزاف، ولكن بهذه الطريقه صدقوني غادي يجي رائع. المش هو المكون، هو الكوسه ولا لي كورجيت. الكوسه كما قلت لكم بلي ماشي كاع يبغوه، لكن بهذه الطريقه صدقوني غادي يجي بنين بزاف وما غاديش تجي باينه. سون هادو كريب الكوسه او الكورجيت كما راكم تشوفوا. هنا راني حطيت وحده هكا، يجي رائع جدا. شوف كيفاش يجي، يجي شهي. وبنت الكوسه ولا الكورجات ما تبانش فيه كاع. اذا بغيتوا تعرفوا الطريقه تبعوني. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حبيباتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الوصفه كما راكم شفتوها في اول الفيديو، اللي هي لي كريب بالكورجات او كريب الكوسه. غادي نستخدموا فيها الكورجات، وصفه خفيفه وصيفيه، وعلى بالنا بلي الكورجات راهي رانا في وقت وراهي بثمن رخيص وثمن معقول جدا، وبزاف الاطفال ما يبغوش ياكلوها، لكن بهذه الطريقه ان شاء الله غادي تعجبكم وغادي ياكلوها ان شاء الله. جربوها. المهم لهذه الوصفه نحتاجو طبعا العجين تاع لي كريب، ونحتاجو الخضار اللي راحين نضيفوهم. بالنسبه للعجين تاع لي كريب غادي نحتاجو كاس تاع الفرينه، كاس تاع الحليب، ملعقه تاع صغيره سكر، وملعقه صغيره من خميره الكسره، ونحتاج لها القليل من الملح طبعا، والبيض. انا استخدمت هنا بيضتين، والكورجات نسحقوا ايضا الكوسه. هنا عندي 3 حبات متوسطين، مش كبار بزاف مش صغار، وعندي 2 حبات على البصل الاخضر للنكهه فقط. عندي ايضا قزبر مقطع كما راكم تشوفوا. عندي ايضا سنه تاع الثوم هنا كبيره، تنجموا تستخدموا 2 إلى 3 سنات صغار. بالنسبه للتوابل نحتاج فلفل اسود، فلفل ادريس، توم بودرة، بابريكا، وبالطبع الملح. نفوت مباشرة لطريقة التحضير. نسيت برك ما ذكرت لكم شو الجبن محكوك الفخوماج. هنا استخدموا اي نوع جبن تبغوه. انا استخدمت هنا فخوماج غرويير ولا فخوماج بيتزا، اللي تبغوا اللي يساعدكم واش الفخوماج اللي تفضلوه استخدموه. نجيب دوكا الاناء كما هكا، ونجيب هذا الحكاكه. انا غادي نستخدم هذا الجزء دوكا، هذا اللي تحط فيه الفخوماج رقيق، لكن هذا نطحن فيه الكورجات. نجيب الكورجات نطحنها في الجزء هذا الخشن هكا، نحكها في السكرباج. تحصلوا على هاد القطع يكونوا بهذا السبك. انا نكمل نحك كاع الكورجات اللي عندي ونولي معكم. هاني هنا كملت هذيك الكورجات او الكوسه تاعي، حكيتها كاع كيما هكا. دوك نجي للجزء في الجزء الخشن، دوك نجي للجزء الرقيق ونحك فيه هذاك الضرس تاع الثوم او السنه تاع الثوم، نحكها. الى عندكم شي واحد كبير كيما هذا استخدموه، من 2 إلى 3 صغار حكها كيما هكا. هايلا درت الكوسه زائد الثوم، دوكا ندير لهم كميه تاع الملح هكا، ندير الملح حسب الذوق طبعا، نخلطها مع الملح ونخلوها ترتاح شويه هذه الكوسه باش تطلق الماء تاعها. هنا غادي تطلق علينا واحد الماء، غادي تطلق الماء تخرج السوائل اللي فيها. نعرفوا باللي الكوسه، عفوا العصفور هذا، شوفوا هنا نعرفوا بلي الكوسه مليئه بالسوائل، غادي تخرج السوائل تاعها. غادي نخلوها بجنب ونخدموا الخليط نتاع لي كريب. بالنسبه للخليط نستخدموا قلت لكم كاس تاع الفرينه الدقيق الابيض، نخرجوا باش تشوفوا الدقيق الابيض، وكاس من الحليب، ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من خميرة الخبز، ونخلط جيدا. ونشوف إذا شفت الخليط سميك قليلا نزيد نضيف عليه نصف كأس من الحليب،
شوف الخليط عندي هكا راه سميك شويه، نزيدو عليه قليل من الحليب هكا، نزيد نضيف عندي هنا تقريبا 100 غرام من الفرينه، تقريبا ندير لها من 100 الى 120 حتى 130 مللتر من الحليب. اذا هذا هو القوام، نزيد نضيف شويه، استخدمت تقريبا هنا 120 مللتر من الحليب، تقريبا كاس ونص، كاس ونص من الحليب. نمزج المكونات جيدا هكا، نخلطهم مع بعضهم، ونضيف الجبن مقدار حفنة مملوءة من الجبن محكوك طبعا، نخلط. هذه الوصفة تجي خفيفة ولذيذة، تصلح كسناك بين الوجبات، أو تصلح كعشاء خفيف في الصيف أو غداء. نزيد نضيف التوابل، قلت لكم عندنا فلفل دريس، بابريكا حلوة، ثوم بودرة، وفلفل أسود. نضيف ونضيف الملح، ما ننساوش باللي الكوسة تاعنا تاني ملحناها، نضيفو الملح باش ما يجيناش طحين اللي في الكريب ذوق تاعو سيء، نديرو هكا باش يجي عنده طعم جيد. نخلط المكونات هادو، ومن بعد نضيف حبتين تاع البيض، حبتين تاع البيض، ونخفقهم، نخلط جميع المكونات مع بعض فيمتزج الخليط جيدا نحطها بجيه. ونقطع البصل الاخضر، هذا زوج حبات البصل الاخضر، نقطعهم رقيق ونضيفهم هنايا مع القزبر اللي عندنا هنا. بعد ما قطعت البصل الاخضر والقزبر نضيفهم هنايا على خليط تاع الدقيق والحليب والتوابل والجبن، نضيف هكا نزيدهم ونبقى نخلط فيهم كيما هكا، يمتزجوا عندي كاع مع بعض بهذه الطريقه، ونشوفوا نتفقدوا الكورجيت اللي عندنا، مازالت شويه ما طلقتش كاع السوائل اللي فيها، شوفوا بدات تذبل، زيد نخليها واحد 5 دقائق اخرى ونولي. هاي لا هنا بعد مرور 5 دقائق تقريبا يذبلت عندي وخرجت السوائل اللي فيها، ما نرموش هذاك السائل اللي خرج منها، هو خرج القليل فقط، شوفوا ما نرموش، نضيفوا الكل على الخليط الاول. نضيف الكل هنا بهذه الطريقة، ونخلطو الكل هكا، نمزجو المكونات، شوفو كيفاش تكثف عندي الخليط، تكثف جيدا هذا هو المزيج اللي تحصلوا عليه، ونفوتوا مباشره طريقه الطهي تاعها كيفاش غادي طيب. فوق النار نحطوا مقلاه هكا، من الاحسن تكون ما تلصقش، وندهنوها اللي عندكم مقلاه تاع لي كريب فيها مزيه، ما كانش انا عندي هذه المقلاه تاعي قديمه لكني مازالني نستخدمها، ندهنها كيما هكا بالقليل من الزيت، ونجيب الخليط اللي خدمته هذا، حطيت فيه لالوش كما كنتم تشوفوا هكا، مغرفه هذه تاع اللي نرفدوا فيها الغراف ولالوش، ونجيبو نعمرو مقدار هكا، نعمر مقدار ملعقه مملوءه من الخليط، نسيي نهز الكوسه نهز كلش كما كنتم تشوفوا هكا، ونحطه في المقلاه هذه الطريقة، ونخلوها تنضج. هنا النار راهي متوسطة عندي، ما تزيدوش النار باش تنضج، شوفوا كيفاش هي بدات تطيب من تحت، خليها تتحمر مليح باش من بعد نقلبها. نجي هكا بعد ما تأكدت انها طابت مليح من الاسفل، نجي ونقلبها بهذه الطريقة.
ونخليها تتحمر من الجهه الاخرى ايضا. هذه هي هنا هي طابت عندي، نقلعها بكل سهوله. شوفوا كيفاش وصلت. دوكا نكمل كاع الخبزات الاخرين اللي بقاو لي ونتلاقاو ونشوفوهم في صحن. اذا هادو هما لي كريب تاعنا بعد ما طابو. شوفوا كيفاش حمرناهم وجاو رائعين جدا ويجو خفاف وبنان. وكما سبق لي وقلت لكم في بدايه الفيديو، بنت الكرجات او الكوسه ما تجيش باينه فيهم ابدا ابدا، صدقوني جربوهم وعلى بالي بلي غادي يعجبوكم وغادي يعجبوا اولادكم ويستفادوا من الفوائد تاع الكوسه او الكورجات. اذا كانت هذه هي وصفتنا لليوم، كريب الكوسه او كريب الكورجات. اذا عجبكم لي كريب هادو ما تنساوش تخلوا لي لايك وتعليق وتشجعوني كما راكم دائما مشجعيني، ونشكركم دائما. واللي اول مره يشاهدوني مرحبا بكم معايا في داري، نورتوني. ما تنساوش انكم تشتركوا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.